بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم إخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. نعود معكم من جديد مع الجزء الرابع والأخير من الحلقات التربوية المختصة بأساليب التربية بالعقوبة، حيث تطرقنا في الأجزاء الثلاثة السابقة إلى كل أساليب العقوبة، وتكلمنا متى يمكن للمربي من استخدام أساليب العقوبة، وذكرنا شروط الضرب، ووصلنا إلى ضريبة الضرب. فالضارب أبا كان أو أم أو غيرهما، يعني حتى المعلم الذي إذا ضرب ولدا ضربا خالف فيه الضوابط الشرعية كأن ترك أثر على الجسد كالإحمرار، فرضت عليه الشريعة ضريبة مالية، حيث تختلف الدية بحسب كون الإحمرار والإزرقاق والإسوداد في الوجه أو اليد. ففي الإحمرار دينار ونصف من الذهب في الوجه ونصفها في البدن، والإزرقاق 3 دنانير في الوجه ونصفها في البدن، والإسوداد 6 دنانير بالوجه ونصفها في البدن على الأحوط. علما بأن الدينار الشرعي يعادل 3/4 مثقال من الذهب، أي حوالي 4 غرامات وربع من الذهب. ومع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن، وعلى كل حال يمكن التراضي مع المجني عليه أو طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه ورشده. وبإمكان الولي احتساب ما تصرفه عليه يوميا من الدية الواجبة عليك مهما كانت. نسأل سؤال، ترى ما هي آثار العقاب المخالف للضوابط على الأولاد؟ لقد ذكرنا سابقا بأن هناك مجموعة ضوابط وشروط لازم يتقيد بها المربي عندما يريد أن يعاقب ولده، وذكرنا أن للضرب خصوصية وشروط إضافية وذكرناها. فمن لا يراعي هذه الضوابط التربوية شرعية ويمارس العقاب مع أولادي بشكل عشوائي، راح تترتب أضرار وآثار سلبية عديدة، نذكر منها ما يلي. أولا، يحول إلى طفل عدواني عندما يعتاد الطفل على ضرب الوجه، حتى لو كان ذلك مزاحا رح يصبح هذا السلوك بالنسبة إلى أمر تقليدي ومألوف، فيستطيع تكراره مع أطفال آخرين أو ربما الكبار، سواء كان ذلك على سبيل المزاح أو العنف أو الانتقام. فتعوده على ذلك الأمر قد يشعر بأنه مستساخ ومقبول لديه، خاصة إذا تم توضيح الأمر على أنه مزحة، وبالتالي رح يتعامل مع الأمر وكأنه لعبة. النقطة الثانية، تنقص ثقته بنفسه. خلال الفترات المبكرة من حياة الأطفال الصغار يتم تكوين ثقة الطفل بنفسه، وأيضا الصورة الخارجية اللي يتخيلها عن نفسه، وبالتالي لابد من أن يدعمها الأب والأم طوال الوقت. لكن ضرب هذا الطفل قد تدمر تماما هذه الثقة، وتعود الطفل على شكل الإهانة والرفض وإن كانت هذه الضربة على سبيل المزاح. قد تفتح الباب للطفل لقبول الضرب من الأطفال الآخرين في المدرسة أو الحضانة دون شكوى. النقطة الثالثة، تخلط الأمور بالنسبة له. في كل وقت نقول فيه لأطفالنا أن لا يسمحوا لأي شخص بضربك، أخبر المعلم إذا كنت قد تعرضت للأذى على يد زملائك في الفصل، فننشأ قاعدة قوية معناها أن الضرب والاعتداء الجسدي غير مقبول، وسيتم الإبلاغ عنهما بشكل مباشر. وفي نفس الوقت الذي يضرب فيه الأب أو الأم الطفل حتى في حالة المزاح، ذلك الأمر اللي يقدم إشارات مختلطة متناقضة تماما، وجعل يسائل بينه وبين نفسه، هل الضرب سيء حقا أم أنه طبيعي؟ وإذا كان عنيفا فلماذا يفعله والده؟ قد تجعل هذه العلامات يقبل ضربة من الآخرين، أو يصبح أكثر عنفا معه معتمدا على شخصية الطفل. النقطة الرابعة، يترك ذكريات سيئة. هل يريد المرء أن يتذكر طفله بعد سنوات عديدة لما يكبر يتذكر والدته اللي تقبله وتحضنه طوال الوقت، أم مثلا تلك الأم اللي لازمتها الخيزران وقاعد تضرب بي؟ بالتأكيد الخيار الأول هو أنه الأفضل، وهو الخيار الذي يجب أن نركز عليه. هناك طرق بديلة للمزاح، مثلا حتى مرات يضربهم بالمزاح، حتى المزاح إلى فالطرق بديلة، واللعب مع الصغار يجب أن لا يشمل الضرب أو الإساءة الجسدية أو العاطفية. والآن نأتي إلى فقرة توجيهات تربوية للمربي، وهذه الفقرة الأخيرة. فأهم التوجيهات التربوية التي لازم على المربي مراعاتها ليحث أولاد على زرع هذه القيمة التربوية هي كالتالي: أولا، لا يعاقب الطفل الذي لم يرتكب ذنبا كأن يعاقب جميع أطفال العائلة لذنب ارتكبه بعضهم، بل من الضروري أن يطال العقاب فقط الذين أساءوا التصرف.
ثانيا، يجب أن يتم شرح سبب العقاب بوضوح للطفل حتى يفهم ما هي التصرفات التي يجب أن يمتنع عنها ولماذا. فالطفل قادر على فهم القوانين التي توضع في المنزل إذا تم اطلاعه على أهميتها بطريقة تناسب عمره. لذلك فإن العقاب يأتي بعد مخالفته للقوانين التي سبق وشرحت له، ويمكن أن يكون العقاب تصاعديا مع تكرار السلوك الخاطئ، كما يجب أن يكافئ الطفل على التصرفات الحسنة والإنجازات اللي يحققها. النقطة الثالثة هو العقاب لا يطال الأمور الأساسية في حياة الطفل، كمنعه من تناول الطعام الأساسي أو الاستحمام أو النوم. فالطفل يجب أن لا يفقد ثقته بأهله وأن يشعر أنهم يكرهونه. فالعقاب وسيلة للإصلاح وليس لتعنيف الطفل جسديا أو نفسيا. فيمكن أن يطلب منه المشاركة في الأعمال المنزلية ليتعلم تحمل المسؤولية. النقطة الرابعة، اربط بين ما يرغب فيه ويحبه طفلك والعقاب المناسب. ولكي تعرف ذلك لاحظ اهتمامه. فعلى سبيل المثال، قد لا ينفع حبس طفلك في غرفته لوحده لأن هذا هو كل ما يريده، لأنه يهوى قضاء الوقت بمفرده للقراءة واللعب مثلا بألعابه لوحده. إذن هذا العقاب لا يكون مجديا في معاقبته، فلن يؤتي هذا الأسلوب ثماره. فمن المفترض معاقبة طفلك في البحث عن أسلوب بديل لذلك. يمكنك أن تلاحظ على سبيل المثال إن كان طفلك يهتم كثيرا بالحصول على مصروفه الأسبوعي، فيصبح حرمانه من بعض هذه النقود عقابا جيدا يجعله ينتبه إلى تنفيذ الأوامر، شيء مهم ولا يمكن تركه، لأنه لن يحصل على المال الذي يريده بعد ذلك. ولكن لا تبالغ لكي لا تدفعه للسرقة. النقطة الخامسة هو استخدم أقل وسائل التأديب قسوة وأكثرها تأثيرا، وتجنب استخدام العنف إذا كانت هناك طريقة أخرى أقل عنفا وأكثر وقعا في نفسه، وبالأخص العوائل التي تعيش في البلدان التي يمنع فيها ضرب الأولاد. فاستخدام الضرب قد يؤدي إلى سلب الأولاد منكم من قبل الجهات المسؤولة كالذين يعيشون في أوروبا وبعض الدول الأخرى. وأيضا اختيارك للعقوبة الأشد قد لا ينفع مع البعض. فمثلا إن تهذيبك لسلوكه عن طريق حرمانه من مشاهدة إحدى فقرات برنامجه المفضل راح يكون له أثر كبير في تحقيق ما تريد، في حين أن حرمانه من مشاهدة كل البرامج اللي يفضلها على مدار أسبوع كامل قد لا يحرز أي نوع من التقدم المرجو. كذلك تجاهله لساعات حيث ما ترد على أسئلته أو تنظر إليه يعتبر أسلوبا ناجحا مع بعض الأطفال خاصة الموهوبين، فهو لن يحتمل تجاهلك إليه ويعلم أنك غاضب من تصرفاته وعليه تغييره لتبقى على تواصل معه، بينما قد يعاند لما توبخه أو تقوم بضربه. فلذا لازم معرفة نوع العقاب المؤثر على طفلك بأن تجرب معه في كل مرة يستحق العقاب أسلوب يختلف عن الآخر، وبعد ذلك تلتزم مثلا بهذا الذي شفته يتأثر بأكثر من غيره. النقطة السادسة، كلما قل عمر الأطفال زادت الحاجة إلى استخدام أسلوب عقاب فوري. فيفتقد طفلك الصغير الإحساس بالزمن، ومن ثم فإن وضع نظام عقاب على مدار أسبوع كامل للطفل ما يتعدى عمره سنتين لن يثمر عن أي شيء على الإطلاق، في حين يأتي هذا النوع من العقاب طويل المدى ثماره بالنسبة إلى طفل لعمره 11 إلى 16 سنة. كذلك فإن الأطفال الصغار يحتاجون إلى تطبيق العقاب فور صدور السلوك منهم على عكس الأطفال الأكبر سنا، فقد ما يتذكر الطفل الصغير الخطأ الذي تؤدبه عليه إذا انتظرت لفترة طويلة ثم عاقبته. النقطة السابعة، تعامل مع طفلك باحترام أثناء قيامك بتقويم سلوكه، لأن أطفالك يتعلمون الكثير منك، فلا يكون الهدف من العقاب مجرد توبيخ واضطهاد طفلك. فالأطفال في حاجة إلى أن تكون لديهم فرصة تخطي المشكلة القائمة التي يتعرضون لها والمضي قدما في حياتهم من دون التوقف عندها. ومن المهم أن تتخلى عن الحديث عن المشكلة متى انتهت، وكذلك فإنك تحتاج إلى المرونة في تقبل أي تغير حتى ونقتضى الأمر تغيير أسلوبك إلى النقيض. لذلك عليك تجنب استخدام بعض العبارات مثل أنت لن تقدر على الوصول إلى أي شيء، أو لن أثق بك مرة أخرى، أو أنت دائما لا تفعل ما أقوله، وغيرها من العبارات.
النقطة الثامنة، يكون من الأفضل أن تفسر له العلاقة بين الأحداث والأفعال والأمور التي أدت إلى تعرضه لمثل هذا العقاب بكلمات بسيطة يفهمها، كأن تقول له لن أكلمك طوال اليوم لأنك فعلت كذا وكذا، أو لن تأخذ مصروفك اليوم لأنك فعلت كذا وكذا. النقطة التاسعة، أطلب من طفلك الذي مارس السلوك الغير صحيح بتصحيحه مع الإمكان، فلو كان الخطأ بتركه للصلاة أطلب منه الاستغفار والتوبة والرجوع للصلاة وحثه على قضاء ما في ذمته، ولو كان قد سرق أن يرجع ما سرقه لمالكه ويستغفر، وإذا كسر إناء متعمد أن ينظف المكان لو كان عمره يسمح بذلك وأن يخصم مبلغ الإناء من مصروفه، وإذا حدث فوضى في الغرفة أطلب منه بأن ينظفها وعيد ترتيبها، وهكذا. إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا لهذا اليوم، وبذلك نكون قد أكملنا الأجزاء الأربعة لأسلوب التربية بالعقاب، فإلى حلقة تربوية أخرى نستودعكم الله وفي أمان الله وحفظه.